أزورهم وأشد على أيديهم وهم في أشد الحاجة للإئتلاف كما قال أخ الهموري، وأشكره على كلمة قالها البارحة في اللجنة التحضيرية، كنا مجموعين بأن المجتمع المدني وخصوصا أقولها في مدينة العرائش ينقصه الكثير والكثير. أنا لا أنقص من قيمة أي شخص، ولكن لازم علينا تكوينات في المجال الجمعوي. أول شيء نعرفوا كيفاش نتواصلوا ونسمعوا بعضياتنا ونعرفوا الخلل الموجود، لماذا الجمعويين لا يلتقون مع بعضهم ويعملوا يد في يد، وتكون كما قال أعيدها وأكررها الأخ الهموري مشكور التكتل الجمعاوي. وأنا جيت سعيدة بالوجود ديالي بينكم، والأخت فاطمة فهي غنية عن التعريف، مناضلة وجمعوية وإنسانة مكافحة، وأينما حلت وارتحلت وتركت البصمة. شكرا.